بيكسورد علشان يشتغل كنا واحنا شغالين بنجاب راندوم تيبل بنحط اللي اقل منا على شمالنا واللي اكبر منا على يمنا بعدين نفضل نعمل كده لغايه اما نرتب الليسته كلها هنا في نوع من انواع الراندومنس طيب في الاناليسيس بتاع الكويك سورت احنا كنا عارفين ان الكومبلكستي بتاعه الكويك سورت كانت ان لوج ان بس عموما لو بصينا للورست كيس بتاعه الكويك سورت الورست كيس ان سكوير طب ما دام الورست كيس بتاعتنا ان سكوير ليه احنا بنقول ان الكويك سورت الكومبلكستي بتاعته ان لوج ان ده هنحاول نشوفه دلوقتي في طيب احنا بنستخدم الراندومايز احنا دلوقتي بنستخدم الراندومايزد الجوريزم في ايه الراندومايزد الجوريزم بتخلي حبه امبلمنتيشن بتاعتنا فاستر استخدام ميموري اقل يعني استخدام الراندومايزيشن بيقلل لنا البروسيسنج بيقلل لنا الميموري اللي احنا محتاجينها have theoretical runtimes beyond the deterministic lower bound يعني ساعات ال randomized algorithm بيبقى أسرع من ال deterministic algorithm و complexity بتاعته أقل are easier to implement and more elegant than deterministic strategies يعني implementation بتاعة ال randomized algorithm ممكن تبقى أصغر و compact أكتر allow for trading runtime against output quality يعني إيه؟ يعني احنا مثلا ممكن نكون عايزين نحسب حاجه كبيره جدا 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 فكل ما نحط بروسيسنج اكتر كل ما هنقدر ان احنا نحسب فاليو مور اكوريت فتعالوا نبص على اول اكزامبل من لو احنا مثلا عايزين نعمل ايكويشن لفانكشن f(x) dx نيوميريكال ايه احسن طريقه نيوميريكال نعمل بيها نقسم الرينج بتاعنا من A لB لحتت صغيرة خالص 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 بعدين نحسب الاريا بتاع كل حتة صغيرة تبقى مستطيل صغير بعد ما نحسب الاريا بتاعتنا نجمع الحاجات نحول الانتجريشن هتبقى سوميشن من A لB وهنا بنخلي الستاب بتاعتنا صغيرة كل ما نقلل الستاب كل ما الفاليو بتاعه الانتجريشن بتاعتنا بتبقى احسن طب ايه طريقه احسن او ايه طريقه راندومايزد ممكن نعملها طريقه راندومايزد بيبقى اسمها مونتي كارلو انتجريشن ان انا بحدد راندوم فاليوز فانا مثلا هاخد حبه فاليو راندوم واحسب الفانكشن عن الفاليوز دي واقول دي بتريبريزنت التول بتاع المستطيل اللي احنا عايزين نحسب الاريا بتاعه وناخد الافريج بتاعت الحاجات دي كل ما نزود كومبيوتيشن كل ما نزود الاكيورسي بتاعت الاوتبوت بتاعنا اخر حاجه بتبروفايد جود ستراتيجيز فور جيمز اند انون انفايرمنت يعني ايه تعالوا نتخيل ان احنا في ناس بتلعب جيم قصاد بعض ايه احسن استراتيجي بالنسبه لي الاستراتيجي ساعات الديترمينستيك ما بتبقاش احسن واحده ساعات بحتاج ان انا اخد راندوم موف وانا شغال او البوليسي بتاعتي تبقى راندومايزد اخد كل اكشن بديستريبيوشن معينه طب ليه ممكن احتاج اعمل حاجه زي كده ساعات دي بتكون بتكبر لي اليوتيليتي بتاعتي او الاوبجكتيف بتاعي وساعات تانية ميزتها ان بتخلي اللي قدامي ما يتعلمش انا بعمل ايه يعني تعالوا نتخيل ان احنا اتنين بنلعب قصاد بعض عارف لو انا في بوزيشن معين لو اللي قدامي شافني كذا مره لما بقى في البوزيشن دي بعمل الحركه دي هو هياخد بالي هو هيتعلم فالراندمنس بتبقى مفيده في حاجه زي كده وتالت حاجه سيرش ان انون انفايرمنت تعالوا نتخيل ان احنا عايزين نجيب optimal parameter لأي model معين أو optimal أي حاجة يعني عايزين نسيرش حاجة كبيرة جدا على حبة parameters مشكلة السيرش العادي إن احنا محتاجين نجرب نقاط كتير
لو مشينا ان احنا بكريزم بنحاول نوصل للاوبتيمال، عيبه ان احنا ممكن نجات ستاك في لوكال مينيما او لوكال ماكسيما. فاحنا بنحتاج ان احنا كل شويه ناخد راندوم اكشن، نروح ندور في حته بعيده علشان ممكن يبقى فيها جود سوليوشن. طيب عندنا اثنين فاميليز من الراندومايزد الجوريزم. ايه الاثنين فاميليز؟ عندنا لاس فيجاس الجوريزم ومونت كارلو الجوريزم. ايه لاس فيجاس الجوريزم؟ لاس فيجاس الجوريزم بالنسبه لنا هو الجوريزم بنستخدم فيه راندوم فاريبلز، بس الاوتبوت بتاعه على طول لازم يبقى صح. زي ايه؟ زي الكويك سورت بالنسبه لنا، احنا بنستخدم راندوم نمبر علشان نجات راندوم بيفوت. واحنا بنستخدم الراندوم نمبر ده عايزين نتاكد ان احنا على طول صح، يعني ما ينفعش ان احنا ندخل له لسته نقول له رتبها يرجعها لنا مش مترتب. فده لاس فيجاس الجوريزم. الناحيه الثانيه عندنا فاميلي ثانيه اسمها مونت كارلو الجوريزم. مونت كارلو الجوريزم دي بتعمل ايه؟ مونت كارلو الجوريزم بتستخدم راندوم فاريبلز، بس الاوتبوت بتاعك مش شرط ان هو يبقى صح. ممكن الاوتبوت بتاعك ببروبابيلتي معينه يبقى غلط، او مثلا ممكن لو انت بتابروكسيميت حاجه يبقى مش ابروكسيميت لدرجه معينه، مش شرط ان هي تبقى الرقم الحقيقي. يعني لو بنعمل مونت كارلو الجوريزم علشان نحسب انتجريشن طلع لك رقم قريب، وكل ما تزود الايتريشن كل ما تقرب للرقم الصحيح. طيب فتعالوا نبص على الكويك سورت بالنسبه ابسط واسهل مثال للراندمايزد الجوريزم. في الكويك سورت كانت ايه الخطوات بالنسبه لنا؟ بنجت راندوم بيفوت، بعدين بنحط اللي اصغر منه على شماله واللي اكبر منه على يمينه، بعدين نعمل كويك سورت للي على شماله، نعمل كويك سورت على اللي يمينه. هو الجوريزم عادي. طيب تعالوا نبص على الورست كيس كومبلكسيتي بالنسبه لنا. الورست كيس بالنسبه لنا ان احنا على طول نختار البيفوت اصغر واحد او نختار البيفوت اكبر واحد. فلو في اول ايتريشن اخترناها نقسم الان بتاعتنا الواحد وان ماينس 1، تاني ايتريشن هنقسمها واحد لان ماينس 2، تالت ايتريشن لواحد لان ماينس 3، فهنلاقي ان الكومبلكسيتي بتاعت الالجوريزم بقت ان سكوير، او الورست كيس بتاعتنا هتبقى ان سكوير. بس بالرغم من كل ده احنا بنقول على الكويك سورت الكومبلكسيتي بتاعته او البيج او بتاعه ان لوج ان. طيب فتعالوا نبص على البيست كيس بالنسبه لنا. ايه البيست كيس بالنسبه لنا؟ البيست كيس ان احنا نختار بيفوت في النص وعلى طول احسن يبقى في النص، وعلى طول بنقسم الليسته بتاعتنا لجزئين. طيب تعالوا نبص على الافريج كيس. طيب تعالوا نبص هنا على حته عامه. تخيل ان احنا عندنا الليسته فيها ان اليمنت. تعالوا نتخيل ان احنا هنقسمه ان على 4، ان على 2، ان على 4. تمام؟ احنا هنقول لو جبنا بيفوت في الحته اللي في النص دي اللي هي هنقسم الليسته لحتت قريبه منه، هنحل مع بعض ان على 4 و3 ان على 4 كده اوحش حاجه، مش هيبقى فيه امبالانس. فتعالى نسال السؤال، ايه البروبابيلتي ان انا اجيب الاليمنت او لما اجي اختار الاليمنت لو اختار راندملي هيبقى في الحته اللي في النص دي؟ نص. ان البروبابيلتي انك تجيب ان جود البيبل بتساوي نص. طبعا البروبابيلتي ان انا اجيب واحد كويس او اجيب بيبل حلو نص. نيجي نسال نفسنا السؤال، ايه الاكسبكتد نمبر اوف روز علشان اجيب ان جود بيبل؟ ايه اسحب كام مره علشان اجيب
محتاج اسحب كام مره عشان اجيب واحد حلو؟ هنا عشان اجيب ليفل حلو انا ادينا افريج محتاج كونستنت نمبر اوف ايتريشن. طيب انا لو انا بعمل كونستنت كور اللي هو اثنين بقدم عند كل ايتريشن بعد عنها ان انا بعمل اثنين شكل 3 بالنسبه لي اول حاجه حاله شكل 3 لو انا قلت هنا بقى ان انا لو بصينا على الفرع اللي على الشمال هو الفرع هيفضل نازل 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 طول وقت قال طول مثلا الاغلاط فهنا لو بصينا الطول بتاع الفريق هنا هو لوج الاوردر بتاعه لوج ان هنا بيزا بار لكن هنا بيزا بار بس لوج الاوردر بتاعنا لوج وعند كل اتيريشن هنا هو هنكون مثلا اثنين ان اوبريشن هنجرب نسحب الفريق المره دي لغايه ما نجيب الفريق الحلو فهنا عشان كده نقدر نقول البوست كيس بتاع الميكسور لاندوم تاني لو عايزين الاناليسيس للحاجه اللي احنا بنلمسها مره واحده برضه هتبقى لاندوم تاني بس يلا فاهم تعالى نتخيل انك عندك اري انت مش عايز لما تختار بيفتس يبقى على اليمين قوي او على الشمال قوي فانت لو سحبت اي واحد من الان على اثنين دول انت ممكن ده بيبقى حلو هيقسم الاريه لحتت حجمها قريب من بعض لو سحبته هنا هيبقى فيه جزء كبير وجزء صغير هتعمل هنا هيبقى فيه جزء صغير وجزء كبير فهنا انت اي واحد من ان على اثنين هيبقوا كويسين وان هما مجموعهم فان على اثنين ديفايدد باي ان بتساوي نص أزرق أه. ما هو اثنين أزرق. expected. توقع. اسحبي راندم. ما تعرفيش مين الكبير ومين الصغير. يعني عندك قريب تسحبي منها واحد راندم. انت ابريوري مش عارفه مين الكبير ومين الصغير. لا دي اري مترتبه انما اللي انت عايزاه تسحبي منها مش مترتبه فالبروبابيلتي انك تسحبي حاجه تقسمها لك نصين يعني انت بتسحبي البيفت من الاري اللي مش مترتبه يعني طيب تعالوا نرجع لحبه بيزكلي البروبابيلتي بيزك البروبابيلتي بالنسبه لنا ان احنا تعالوا نتكلم على random variables تعالوا نتخيل ان احنا عندنا discrete random variable هو الظهر الظهر ليها 6 وشوش اللي هي من 1 ل 6 لو رميت الظهر probability ان انا اجيب 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 بتساوي 1 على 6 ال expected number بتاعنا هو summation of x dx فهنا هتبقى 1 الاكسبكتيشن بتاعه الفيرتايز هتبقى 1 في 1 على 6 زائد 2 في 1 على 6 زائد 3 في 1 على 6 لغايه 6 في 1 على 6 بتساوي 3.5 ولو عندنا ظاهره ثانيه عندنا فيها 3 وشوش بيساوي 1 3 وشوش بيساوي 6 برضو هنلاقي ان الاكسبكتد فاليو بتاعتها هتبقى 3.5 برضو
وهنا تعالوا نتخيل ان احنا بنعمل ترايل او تجربة فيها ليها probability ان هي تنجح ب-P ليها probability ان هي بتفشل اللي هي Q اللي هو 1-P هنفضل نجرب 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 لغاية اما التجربة دي تنجح. احنا الـ random variable ده بنسميه الـ geometric random variable. فـ probability ان Y بتساوي J ان عدد الـ trials بتاعتي بتساوي J يكون K بيكون Q to the power J minus 1 times P. فالprobability ان الواي بتساوي واحد ان انا هعمل trial واحدة هتكون بتساوي P اللي هي ان انا نجحت عملت التجربة ونجحت في اول iteration. probability ان الواي بتساوي 2 هتكون بتساوي Q P ان انا اول مرة عملتها فشلت تاني مرة عملتها نجحت. 3 probability ان الواي بتساوي 3 هتكون Q square P ان انا جربت اول مرة فشلت تاني مرة فشلت تالت مرة نجحت وال expected value بتاعتنا اللي هي 1 على P. فلو رجعنا للاكزامبل بتاع quick sort quick sort احنا بنقول النجاح بالنسبة لنا ان احنا سحبنا pivot البيفت اللي سحبناه ده قسم لنا الاري لحتت قد بعض تقريبا او اللي سحبناه كان في البيفت اتحط فيه الان على 2 اللي في النص فالبروبابيلتي اوف سكسس بتاعتنا احنا عرفناها بتساوي نص فالاكسبكتد نمبر اوف ترايلز بتاعتنا كانت 1 على الكي او 1 على النص اللي هي بتساوي الاثنين. اوكي انت سحبت البيفت اوكي بعد ما بتسحب البيفت بتعمل ايه بتحط الصغير على الشمال والكبير على اليمين بعدين بتبص هل البيفت اللي انت سحبته ده في النص اللي هو الان على 2 اللي في النص ولا لا لو ايوه خلاص روح اعمل اللي وراها دي لو لا اسحب بيفت تاني قسمها لك الحتت حجمها قريب من بعض اللي هي مثلا هنا ربع هنا ثلاث اربع ماكسيمم اللي هي الاكسبكتيشن بتساوي 1 على بي expected number of trials مش فاهم ليه هتكون بتساوي summation ان جي بتساوي 1 لغايه انفينيتي هتروح هنا جي مش عارف بطل يشتغل مش فارقة اصل هنا هو بيسألني ليه الاكسبكتيشن بتساوي 1 على P J Q to the power J minus 1 P ممكن اشوف المايك هتعمل السوميشن هتطلع 1 على تاني حاجة هنتكلم عنها linearity of expectation يعني ايه الاكسبكتيشن بتاعتنا تبقى linear يعني احنا لو عايزين نحسب expectation of x plus lambda y نقدر نكتبها هي expectation of x plus lambda expectation of y تعالوا نبص على اول example بالنسبة لنا لنا ثلاثة example على random numbers تعالوا نبص عليهم واحد واحد تعالوا نبص على الاكزامبل الاولاني نتخيل ان احنا عندنا deck of cards
بتتكون من اند كاردز. الاند كاردز بتوعنا هنسحب منهم ويز ريبليسمنت، يعني اللي هنسحبه هنبص عليه ونرجعه. هنقول اكس اي اللي هو جاست او نوت جاست بي ا راندوم فاريبل ذات انديكيت وذر كارد اي واز جاست اور نوت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عندنا حبه كروت، انا هقول اللي هسحبه دلوقتي هيبقى رقم 5، في probability ان هو يبقى صح، في probability ان هو يبقى غلط. فهنا الاكس اي ده هو الراندوم فاريبل اللي بيبريزنت اللي هي السحبه دي. فتعالوا نبص ايه probability بتاعت ان اكس اي يبقى ترو. يعني ان انا سحبت كارت، انا قلت مثلا الكارت ده هيبقى الرقم الفلاني وطلعت الجاس بتاعتي صح. N. يعني عندي N cards، يعني عندي مثلا 3 elements اهو، فانا هقول ان انا اللي هسحبه ده القلم وهم 3، يبقى ايه probability ان ده القلم؟ 1/3. طب لو عندي N elements بقى probability ان اللي انا هسحبه صح هيبقى 1/N. طيب تعالوا نحسب هنا تاني حاجة الـ expectation of x of i. expectation of x of i بتساوي ايه؟ هنقول لو ان x i بتساوي 0 يعني جاست غلط، لو x i بتساوي 1 يعني جاست صح. فالـ expectation هي ايه؟ summation of x في x. فهنا الـ expectation of x i هتكون بتساوي 0 في الـ probability x 0 اللي هي n minus 1 divided by n plus 1 في probability ان x i بتساوي 1 اللي هي 1/n. فالـ expectation of x i تساوي 1/n. وفي الاخر هنا لو عايزين نحسب الـ x اللي هو total number of correct guesses، هيكون الـ x بتساوي summation of x i ل x n. فهنقول ان الـ expectation of x هي الـ expectation of summation of x i، هي summation of expectation of x i اللي هي 1 of n مجموعة n times بتساوي 1. اوكي؟ انتوا خدتوا كورس الـ probability؟ تعالوا نبص على تاني example. تاني example ده بيقول ان احنا عايزين نجاسب cards with memory. يعني ايه with memory؟ يعني اللي احنا سحبناه، يعني عندنا n cards، سحبنا card عملنا له جاسم، سواء اللي عملنا له جاسم صح او غلط بنشيله على جنب، ما بنسحبش منه تاني. فتعالوا نبص ايه الـ probability ان xi بتساوي 1؟ يعني اول مرة عندنا n cards، ايه الـ probability ان الـ n ان اللي احنا بنسحب منه يبقى صح؟ 1/n. تاني مرة عندنا n minus 1، بل probability بتاعتنا هتبقى ايه؟ 1/n minus 1. وتالت مرة 1/n minus 2. فالprobability بتاعتنا بتاعت xi هتبقى 1/n minus i plus 1. والexpectation of x هي summation of expectation of summation of xi، هي summation of expectation of xi اللي هي 1/n زائد 1/n minus 1 وهكذا لغاية الواحد. ده الـ nth harmonic number، ده الـ order بتاعه log n. طيب آخر حاجة بالنسبة لنا اللي هو collecting goodies. How often do you have to shop to collect n goodies? Assume each time you get a random goodies you can choose xi is the number of times you must shop to get the i's goodies. بمعنى ايه؟ تعالوا نتخيل ان احنا في مسابقة بنحاول مثلا نجمع اللي هي مكونات العجلة، اللي هو عندنا في غطا اللي هو البيبسي مكونات العجلة، الجدون، العجلة، المعرفش ايه الايه، عندنا 5 مكونات. فانت اول مرة بتسحب انت مستني الخمس مكونات، probability انك تجيلك مكون مش عندك هيبقى ايه؟
لا مش ماتريك زي حاجه ثانيه. تعالى نتخيل تاني مع بعض. انت دلوقتي عندك خمس حاجات عايز تجمع منهم، تسحب راندوملي من الخمس حاجات، ايه البروبابيلتي ان اللي تسحبه يبقى مفيد او مش عندك؟ ماشي، هو n minus i plus 1. طيب فهنا اول مره انت هتسحب حاجه انت ما عندكش ولا قلم فهو مفيد بالنسبه لك، تاني مره هتسحب اللي انت سحبته هيبقى مفيد بالنسبه لك بنسبه 4 على 5، لو هو صح يبقى تالت مره هتسحب هيبقى مفيد اللي هو 3 على 5 بعدين 2 على 5 وهكذا. فالبروبابيلتي ان اكس اي بتساوي 1 او ان الاي سي دي تقدر تجيبها من الدرو بتاعك هتكون ان ماينس اي بلس 1 على ان. الاكسبكتيشن بتاعتنا هتبقى 1 على اللي هي البي، هتبقى ان على ان ماينس اي بلس 1 لان ده الاكسبكتد نمبر اوف ترايلز عشان نوصل، لانك لو جبت الاي سي دي هتوقف وهتخش اللي وراها. فالاكسبكتد اوف اكس هي اكسبكتيشن اوف سميشن اوف اكس اي، لو بصينا لها هتبقى ان لوج ان، دي الان خدناها كومن فاكتور من فوق وده الهارمونيك هيبقى لوج ان. تعالوا دلوقتي نبتدي نتكلم على حبه راندمايز الجوريزم. تعالوا نتخيل ان احنا عندنا ان لوج ان على 2 من اللوكرز دول فيهم دراجز، فاحنا عايزين ندور في اللوكرز دول لغايه ما نلاقي واحده منهم بس فيها دراجز ونقول خلاص هي دي ونمشي. طيب ايه الديترمينستيك الجوريزم اللي احنا ممكن نعمله علشان نلاقي اللوكر دي؟ ديترمينستيك دلوقتي. ماشي، يعني هنمشي عليهم بالترتيب. طب ايه الورست كيس بالنسبه لنا؟ نمشي على ان على 2 بلس 1 مثلا. لانك هتفضل ماشي لغايه ان على 2 بلس 1. طب تعالوا. ماشي، بس انت لو لقيت واحدة هتوقف. لو لقيت اول واحدة هتوقف. طيب فهنا تعالوا نبص على الراندومايزد الجوريزم بتاعنا. ممكن الراندومايزد الجوريزم بتاعنا يبقى لاس فيجاس. هو لاس فيجاس الجوريزم هيطلع لك الكوركت سوليوشن، فيقول لك بدل ما بتعدي عليهم بالترتيب 1 2 3 4 لغايه ان، لا اختار راندوم بيرميوتيشن وامشي على راندوم بيرميوتيشن. بس برضو هنا الورست كيس بتاعتنا ان على 2 زائد 1. ليه احنا ممكن نحتاج ان احنا نعمل راندومايزيشن هنا؟ لان وانت بتسيرش في الحقيقه ممكن يبقى في نوع من انواع اللوكاليتي او حبه انفورميشن مش عندك. يعني مثلا الناس اللوكرز اللي فيها دراجز جنب بعض يبقون في الاخر كلهم، يبقون في الاول كلهم. فالانفورميشن دي لو مش عندك انت هتلاقي ان السيرش بتاعك مش احسن. انما لو هتعدي عليهم راندملي كلهم زي بعض انت هنا الراندومايزيشن هتبقى جود بوليسي بالنسبه لك. طيب تاني بوليسي بالنسبه لنا او تاني راندومايزد الجوريزم بالنسبه لنا هو مونتي كارلو الجوريزم. طيب المونتي كارلو الجوريزم ده بيقول لك ان احنا بدل ما نعدي على اللي هو ان على 2 بلس 1 اللي هو ماكسيمم، لا احنا هنختار كي. كي دي اقل من او يساوي ان على 2 بلس 1. وهنسيرش في الكي دول بس مش هنسيرش في حاجه ثانيه. في probability ان احنا ما نلاقيش اي locker فيها دراج، بس مش مهم.
احنا عملنا سيرشنج على حبه قليلين. طيب هنا هنيجي للسؤالين. لما نيجي نعمل اناليسيس للاس فيجاس الجوريزم والمونت كارلو الجوريزم بنحتاج نبص على ايه؟ في اللاس فيجاس الجوريزم لما بنيجي نعمل له اناليسيس بنشوف هل هو مفيد ولا مش مفيد، بنبص على الـ expected number of iterations. انا in average هقضي computation قد ايه؟ ولما نيجي نعمل analysis للمونت كارلو algorithm بنبص على probability of error، بنسبة كام هيطلع لنا اجابة غلط. فتعالوا نبص على اللاس فيجاس algorithm. ايه هي الـ expected number of trials بالنسبة؟ تعالوا نبص ايه الـ success بالنسبة او ايه الـ event اللي هنوقف عنده. احنا لقينا drugs. طيب ايه الـ probability واحنا بنسحب randomly ان احنا لقينا drugs؟ نص. يبقى الـ probability بتاعتنا n على 2 divided by n اللي هي نص. طيب طالما دي probability of success يبقى الـ expected number of trials هيبقى قد ايه؟ 2. يبقى احنا هنا الـ Las Vegas algorithm متوقعين ان هو يحتاج 2 iterations بس. طيب تعالوا نبص على الـ Monte Carlo algorithm. Monte Carlo algorithm ده ايه الـ probability بتاعت الـ error؟ تعالوا نتخيل ان احنا عملنا drawing لـ K او يعني بصينا على K locker. probability ان اللوكر الاولانية ما يبقاش فيها drugs هي كام؟ نص. probability ان اللوكر التاني ما يبقاش فيها drugs تبقى كام؟ نص. واللي هي رقم كي ما يبقاش فيها drugs؟ نص. يبقى probability بتاعت ان كلهم ما يبقاش فيهم drugs نص to the power k. هو ليه probability ان اول لوكر ما يبقاش فيه drugs يعني انا عم بطمن ان اللوكر اللي هم عددهم كي دول يكون فيه مصروف كي مش العدد كي. انت عارف الان يعني انت جيبن ان هم ان على 2 في drugs ايه بس الكي ده انا هشتغل عليه دي مش شرط ان فيها drugs اصلا ماشي. فانت هنا المونت كارلو الجوريزم ده هيطلع لك اجابه صح او هيطلع لك لوكر فيها drugs بـ probability 1 minus 2 to the power minus k، وهيطلع لك اجابه غلط بـ probability اللي هي 2 to the power minus k. فانت بتختار k بحيث انك الـ probability اللي تقبل بيها. لا هنا ده الـ average، ده الـ success، يعني ده الـ expected number of trials. هنا انت بتحاولي تحسبي حاجة تانية probability of error أو probability of success أو correctness. وهي probability of success دي أول واحدة بتبقى واحد، لأن ده كده كده احنا بنبص على n على 2 بلس 1، لان هنا الـ probability of success بتاعتنا واحد، احنا بنبص عليهم كلهم لغايه ما نوصل. هنا بنبص على k بس، فالاولاني ده كده كده probability of success او probability ان هو هينجح هيبقى واحد. هنا ده في probability ان هو ينجح. It's a permutation. فهنا لاس فيجاس الجوريزم اللي هو الاولاني بي returns correct results but الريسورس بتاعتنا are random variables
الالجوريثم تاني اللي هو المونت كاردو. الالجوريثم ممكن يبقى سكسس او فيلير بالبروبابيلتي، بس الران تايم ما بيعتمدش على الراندوم تشويس. تعالوا نبص على الاكزامبل ده. الاكزامبل ده احنا عايزين نجيب او نعمل فانكشن ترجع لنا رقم كبير. يعني عندنا ليست ارقام وعايزين نعمل فانكشن ترجع لنا رقم كبير. ايه هي الديفينيشن بتاعه ان الرقم يبقى كبير؟ الرقم احنا هنعتبره ان هو يبقى كبير لو هو اكبر من او يساوي الميديان. طيب تعالوا نفكر مع بعض ازاي نعمل ديترمينستيك الجوريزم يجيب لنا رقم كبير. ماشي، يعني احنا مثلا ممكن نصور الكومبلكسيتي بتاعتنا كده كام؟ n log n. عايز رقم واحد؟ لا، اي رقم كبير. ممكن نجيب الماكسيمم، يعني مثلا لو بصينا على ال n كلهم ونجيب اكبر رقم فيه. طيب هل محتاجين نبص على ال n كلهم ولا ممكن نبص على حبه اقل؟ لو هو ديترمينستيك محتاجين نبص على ال n كلهم ولا ممكن نحتاج نبص على حبه صغيره؟ ممكن نبص على n على 2 مثلا او n على 2 بلس 1. اكبر رقم في ال n على 2 دول هيبقى اكبر من الميديان. اوكي؟ لو مثلا هي جت n على 2 بلس 1 هيبقى اكبر من الميديان. هل ممكن ان احنا نخلي الالجوريثم بتاعنا اسرع باستخدام مثلا مونت كارلو الالجوريثم؟ تعالوا نبص على الالجوريثم ده. الالجوريثم ده بيقول لك لا، احنا بدل ما نبص على n على 2 كاملين، تعالوا نبص على k. فبدل ما نبص على n على 2 تعالوا نبص على k. ال k دي نختار الماكسيمم ما بينهم ونرجع. طب تعالوا نبص هنا على السطر. الماكسيمم ما بين حبه ارقام اقل من الميديان
ان الاولاني يبقى اقل من الميديان والثاني اقل من الميديان كلهم اقل من الميديان يبقى دي بتساوي probability ان x1 اقل من الميديان و x2 اقل من الميديان كلهم لقيت xk اقل من الميديان. طيب فدي ممكن نقول ان most times most times most k times فالprobability دي بتبقى كام؟ اللي هي 2 to the power minus k. طيب هنا بيقول ان احنا ممكن نختار الk بتاعتنا اللي هي c log 2n if ان k بتساوي c log n base 2 يبقى ده هيكون بتساوي n minus. تعالوا نفكر مع بعض وتعالوا نبص مع بعض. تعالوا نتخيل ان الاريج بتاعتنا طولها مليون. اوكي؟ لو مليون بيز دلوقتي بكام؟ يعني لو قلنا ان بتساوي مليون لو مليون بكام؟ 20. فتعالوا نتخيل ان احنا اخترنا ان الك بتساوي 100. يعني if ان الك بتساوي 100 يعني اللي هي 5 في لوج مليون. يعني لو عندنا اري طولها مليون احنا نسحب 100 بس. ايه البروبابيلتي ان احنا الرقم اللي اخترناه مش كبير؟ يبقى n to the power minus اللي هو هيسحب مليون بالشكل ده. فانت هتقول ان 2 to the power minus k بتساوي 2 to the power minus c log n 2 بتساوي 2 to the power log base 2 n to the power minus c بتساوي n to the power minus c. علشان تقدر تريبريزنت الايرور بتاعك في حجم الاريه. لا ان يبقى ان حجم الاريج. فاحنا هنا اهو مونت كارلو الجوريزم ده بيقول ايه؟ مونت كارلو الجوريزم ده بيقول لك انك لو عندك اري طولها مليون بدل ما انت محتاج انك تمشي على نص مليون element علشان تجيب رقم اكبر من الميديان، لا انت امشي على 100 element بس اختارهم randomly والرقم اللي انت هتجيبه هيبقى اكبر من الميديان والايرور probability بتاعتك 10 to the power minus 30 صفر. اوكي يبقى هنا مونت كارلو الجوريزم نظريا اسرع. هو يعني هو اسرع كتير. ممكن ما توصلش للاوبتيمال سوليوشن بالنسبه لك او الرقم الاجابه الصح بس مش هتوصل لها ببروبابيلتي قليله. واضحه؟ روح على اللي ورا. لو سبيجيت الجوريزم علشان نجاوب تعالوا نتخيل ان احنا عندنا اري. الاري دي فيها نصها element identical element زي بعض او نصها element unique.
يعني عندنا اري ان على 2 element زي بعض و ان على 2 التانيين يونيك. طيب احنا ازاي تعالوا نفكر ازاي نعمل deterministic algorithm يجيب لنا repeated elements. يعني هنبقى اثنين فور لوب جوا بعض نمسك element ونبص على الباقيين بعدين اللي وراه ونبص على الباقيين. بعد ما نربطهم ايه اللي هيحصل؟ ماشي انت هتعرف منين الالمنت اللي اتكرر مرتين. او مثلا ان احنا نعمل الجوريزم نجيب الميديان يعني ده هتبقى ان. طب ايه الحل اللي هو الراندومايزد؟ طيب ماشي هاش تيبل بس هتحكم كومبلكستي بتاعتي ممكن فيكتور لما الاقي عنصر من اول مره او بعد ما اعملوش بعد كده لما الاقي تاني اسيرش ده هو يبقى ازود الديتا ستراكشر بتاعتي. ماشي بس معظم حاجات الديتا ستراكشر دي الانسرشن بتاعتها ما تبقاش تريجر. معظم اللي اخترعوا الديتا ستراكشر الانسرشن مش تريجر يعني مش كونستنت سوري. طب تعالوا نبص هنا على الالجوريزم ده. الالجوريزم ده بيقول هنعمل ايه؟ نختار اي هنختار جي من كل الارقام عدا الاي بعدين نشوف لو اي اي بتساوي اي جي بنريتيرن. طب الالجوريزم ده ايه رايكم فيه؟ ان احنا بدل ما نعمل كل الحاجات دي هنختار random i و random j بعدين نشوف لو i بتساوي j بن return. طيب لا انت مش شغال بقى ايه تعال نبص تعال نعمل اناليسيس لينا الاول. طيب تعال نفكر في الالجوريزم ده. الالجوريزم ده ايه السكسس بالنسبه لنا؟ امتى هنوقف؟ لو اي اي بتساوي اي جي يبقى لو سحبنا اول واحد اللي هو الاي كان من الديستنكت اليمنتس وسحبنا تاني واحد اللي هو كان الجي كان من الـ identical elements وتاني واحد اللي هو J كان من الـ identical elements. طيب probability ان انا اسحب واحد من الـ identical elements بتساوي كام؟ نص. probability ان التاني لما اسحبه يبقى من الـ identical elements حوالي نص. يبقى probability of success بالنسبة لي ان الاثنين اللي اسحبهم يبقى identical تبقى قد ايه؟ ربع اللي هي نص في نص. بقى probability of success بالنسبة لنا ربع. طيب
ايه هي الاكسبكتد نمبر اوف ايتريشن بالنسبه لنا؟ يعني هنقضي كام ايتريشن؟ اللي هو واحد على بي هي الاربعه. فاحنا الالجوريثم ده بنتوقع ان هو constant او expected number of iteration is constant. طيب لو احنا عملنا حاجه من الحاجات اللي فوق، بنعمل sort، بنعمل insertion to data structure، بنجت الميتنج، ايه المشكله بالنسبه لنا؟ المشكله ان احنا بنحتاج ان احنا نفضل مكملين لغايه اما نوصل لحاجه. يعني لو عايز تعمل sort مش هتقدر تقول ان ده منه identical elements غير لما تبقى عندك الحاجة شبه صورت. مش هتقدر تقول ان ده identical element غير لما تلاقي الميزل وهكذا. انما هنا انت ممكن تقف بدري قوي، بقيت الحاجات او بقيت الالجوريست يبقى صعب انك تقف لغاية اما تخلص. يعني مش هتقدر تقف غير لما ترتب الليستة او انك تلاقي الميزل. السوليوشن اللي هي ان احنا نمشي باثنين فور لوب جوا بعض، يعني فور اي من واحد لان وفور جي من اي بلس 1 لغايه ان، ونقارن الالمنت اللي معانا ببقيه الالمنت. ايه عيب؟ انك لو اول المنت سحبته كان ديستنكت المنت انت كده كده هتعدي عليهم كلهم، كده انت عندك الكومبلكس بتاعك. هنا هنشوف ازاي نحول لاس فيجاس الجوريثم ل ايه؟ بس عشان واحنا عايزين نعرف اللي هو ان على الرقم اللي هو بيتكرر ان على الاثنين من الاريه كلها. يعني احنا عايزين نجيب الرقم اللي هو الايدنتيكال. يعني عندك رقم بيتكرر ان على اثنين تايمز ورقم. ازاي تحول اي لاس فيجاس الجوريثم لي مونت كارلو الجوريثم؟ احنا هنا قلنا ان لاس فيجاس الجوريثم بالنسبه لنا على طول بتطلع لنا كوركت انسر. المونت كارلو الجوريثم ممكن تطلع لنا ابروكسيميت انسر او انسر لي كوركت بس بروبابيلتي، يعني اللي هي بروبابيلتي اوف ايرور. فهنا هنيجي نتكلم على الماركوف انيكواليتي، علشان لما تيجي تحول اي نون نيجاتيف اي الجوريثم، انت لو عندك الجوريثم انت مش عارف الديستريبيوشن بتاعه، فهتيجي تعمل ايه؟ هتعمل اللي هي ماركوف انيكواليتي. ماركوف انيكواليتي شرحها ايه؟ ماركوف انيكواليتي بتقول لك ان probability ان اكس اكبر من تي اقل من او يساوي expectation of اكس على تي. فتعالي نبص على الاثنين كيرفز. كيرف الاولاني دي الاريا بتاعته، كيرف الثاني هي الاريا اللي تحت اللاين. كيرف الاولاني نقدر نقول ان هو واحد في ان اكس اكبر من او يساوي تي ستيب فانكشن. الكيرف الثاني هو ايه؟ هنلاقي ان ده واحد ان ده تي فهو اكس على تي. فهنا ده اكس ديفايدد باي تي. نقدر نقول ايه عن الاثنين كيرفز دول؟ ان ده اكبر من او يساوي ده فور اول اكس جريتر ذان ايكوال تي. هناخد الاكسبكتيشن بتاع ده و الاكسبكتيشن بتاع ده، هنوصل لان ده probability ان x اكبر من او يساوي t اقل من expectation of x divided by t. فدي هنا هي الماركوف انيكواليتي. فالماركوف انيكواليتي برضه انت ممكن تعتبر ان t بتاعتك هي عباره عن t في expectation x وتبدلها هنا فتبقى واحد على t. فانت هنا اي ديستريبيوشن انت مش عارفها ممكن تستخدم لها الماركوف انيكواليتي. طيب هتستخدم الماركوف انيكواليتي في ايه؟ هتقول نعتبر ان الاكسبكتيشن اوف اكس او اللي هو الاف اوف ان ده هي الاكسبكتد نمبر اوف ايتريشن
بتاعه لاس فيجاس الجوريثم. فهنيجي نبص probability ان الاكس اكبر من الاي اف ان او الاكسبكتد نمبر اوف الايتريشن بتاعه لاس فيجاس الجوريثم تبقى اقل من او يساوي واحد على ايه. فهنا احنا بالشكل ده احنا نقدر نحول اي لاس فيجاس الجوريثم لمونت كارلو الجوريثم. تعالوا نبص على الاكزامبل ده. الاكزامبل ده كان بيقول ايه؟ ان احنا ماشيين في اللوب دي وكل مره في اللوب دي بنسحب واحد من اي واحد من جي. طب تعالوا نتخيل ان احنا مش هنقدر نكمل في اللوب دي كتير. عندنا بادجت معين مش هنقدر ان احنا نقل عن نزيد عنه. تعالوا نتخيل ان احنا عندنا 20 ايتريشن بس. يعني احنا مش هنقدر نخش في اللوب دي اكتر من 20. مش هنقدر نصرف اكتر من 20. فهنا هيجي السؤال probability of error بتاعتنا هتبقى ايه؟ اكتر بقى اللي هي ال ماركوف انيكواليتي. الماركوف انيكواليتي بتقول ايه؟ probability ان الاكس اكبر من التي اقل من او يساوي expectation of x على التي. يبقى هنا probability ان الاكس بتاعتنا اكبر من او 20 اقل من او يساوي اللي هي ال expectation of x expectation بتاعتنا كام؟ 4 divided by 20 اللي هي 1 على 4. يبقى احنا هنا متوقعين ايه؟ ان عدد ان احنا لو الماكسيمم بتاعنا 20 iteration probability of error اقل من 0.2. بس برضه ما ننساش ان دي او الالجوريثم ده كان جيومتري، يعني اللي هي number of iteration بالنسبة لنا geometric distribution. فاحنا ممكن نستخدم الجيومتريك ديستريبيوشن علشان نجاه تايتر ايرور باوند. يعني هنا احنا عندنا probability of success ربع، probability of failure تلات ارباع. فهنا هنقول probability ان 20 failure تلات ارباع to the power 20. يبقى probability of error بالنسبة لنا اقل من تلات ارباع to the power 20 مش 4.0. تعالوا نبص على الاكزامبل ده. الاكزامبل اللي فات في حاجه مش واضحه ازاي بنحول من لاس فيجاس لمونت كارلو. تعالوا نبص على الاكزامبل. الاكزامبل ده بيقول ايه؟ عايزين نجيب الكلوزست بير. يعني تعالوا نتخيل ان احنا عندنا في التول دي حبه نقط. عايزين نجيب اقرب مسافه ما بين نقطتين او اصغر مسافه ما بين نقطتين. طيب تعالوا نفكر ايه الديترمينستيك الجوريثم اللي احنا ممكن نعمله عشان يعني نجيب حاجه زي كده. او ايه ابسط ديترمينستيك الجوريثم اللي بي اللي هي المينيمال أبسط مثال بالنسبة لنا هيبقى احنا عندنا اتنين فور جوا بعض. فور ان اي واحد لان فور التانية اللي هو واحد من جي اي بلس واحد لغاية الان. ونقول الديستنس ما بين النقطة اي والنقطة جي لو هي اقل من المينيمم نقول ان دي المينيمم. ده اسهل الديترمينستيك الجوريثم. طيب ايه الديترمينستيك الجوريثم التاني الكومبلكس بتاعته ان لوج ان؟ ان احنا كنا بنرتب النقط بنختار دايمنشن معينه سواء الاكس او الواي ونرتب على اساسها اللي هي النقط. بعدين نقسم اللي هي مثلا لو هنقسم على الاكس يبقى الشمال الاول بعدين اليمين. بعدين بنكرر الحكايه دي في الجزء الشمالي والجزء اليمين. بس بعدين بنرجع نبص على الحته اللي في النص عشان لو هي اللي فيها مينيمم ديستنس. بس مش مهم.
ما تاني واحدة ألغوريزم كبير شوية يعني بس مش مهم دلوقتي أعرفه من مرة. طيب هنا في randomized algorithm. randomized algorithm ده بيقدر يجيب ال closest pair في complexity n. complexity n بس. طيب يقدر يجيبها كده ازاي؟ طيب تعالوا نشوف هو بيعمل ايه. نتخيل ان احنا عندنا تعالوا نبص هنا، نتخيل ان احنا عندنا حبة نقط في البلان واحنا حبة النقط دي نسميهم سات i minus 1 اللي هما 1 2 غير i minus 1. السات دي احنا عارفين closest pair بالنسبة closest pair هنقول ان هو دلتا i minus 1 دي اصغر مسافة. طب نعمل ايه؟ بنرسم جريد السات فيها مربعات حجمها دلتا i minus 1 ودلتا i. فنيجي هنا اهو بنقسمها مربعات، كل مربع اللي هو دلتا i minus 1 في دلتا i minus 1 دي احنا حاسبينها اللي هي المينيمم بتاع الحبه دي. يعني اللي هي المينيمم ديستنس بتاعتك او اللي هي كلوزست بير بين الحبه اللي موجوده أقرب دي ديستنس هي ما بين أقرب موزوس ديستنس. طيب احنا هنا عملنا ايه؟ عندنا اللي هي السات فيها r minus 1 وعارفين اللي هي المينيمم ديستنس أو closest pair بالنسبة لي. فرسمنا جريد حجمها دلتا i minus 1 في دلتا i minus 1 حجم كل سات. تعالوا نتخيل إن إحنا عندنا نقطة اسمها r عايزين نزودها للسات دي. إحنا هنا i plus 1 عايزين نزود عليها نقطة r فهتبقى عندنا السات اللي هي pi فيها من 1 ل r. فتعالوا نتخيل ان الـ i مثلا حطيناها هنا اهو. هيجي حبة اسئلة محتاجين نسألها. الـ i هتبقى جوه مربع. السؤال كل مربع ايه اكبر عدد من النقط يبقى جوه المربع؟ كل ليه؟ احنا قايلين ان ضلع المربع دلتا i minus 1. فانت لو عندنا مربع ده دلتا i minus 1 وده دلتا i minus 1 ودي اقل ديستنس فاحنا نقدر نحط فيه كام نقطه؟ تعال نبص ممكن هنا واحد وواحد اثنين بس لو قربنا حطينا واحده في الكورنر واحدة في الكورنر واحدة في الكورنر واحدة في الكورنر يبقى حاطين فيه ماكسيمم اربعة. اوكي؟ يبقى احنا كل مربع نقدر نحط فيه ماكسيمم اربعة. طيب النقطة اي اللي احنا حطيناها دي احنا عرفنا المربع اللي هي اتحطت فيه. المربع اللي احنا حطيناها فيه ده عايزين نشوف هل الديستنس ما بين النقطة الجديدة اللي هي i وبقية النقط اللي هو من 1 ل i minus 1 أقل من المينيمم ديستنس ولا المينيمم ديستنس اتغيرت؟ مظبوط؟ مظبوط احنا بنعمل كده ده الالجوريزم بتاعنا. طيب السؤال احنا ايه عدد النقط اللي احنا محتاجين نقارن نفسنا بيها؟
ماشي n minus 1. هنا هيجي السؤال، لو احنا عندنا نقطة هنا يعني بعيدة عن، محتاجين نقارن بيها ولا مش محتاجين؟ طيب يبقى احنا هنا ما دام عارفين ان كل مربع دلتا اي ماينس 1 فاحنا مفيش حاجة ابعد اكتر من المربع، يعني مش هتلاقي حاجة ما بين الار في الحتة دي ليها مينيمم ديستنس، لان دي بعيدة مربعين دي بعيدة مربعين، فاحنا هنا هنبص على الحبة اللي حواليها. الحبة اللي حواليها لو قعدنا بصينا عليهم كلهم ايه اقصى عدد من النقط نقدر نحطها في اللي حواليها؟ يعني تعالوا نبص على اللي هو المربع الكبير ده ايه اقصى عدد نقط؟ ماشي هو 16. فانت هنا لو هي هنا هي كده فانت بتبص على دول، وهي كده بتبص على دول، لو هي هنا بتبص على دول، لو هي هنا بتبص على دول، ايه المجموع كلهم؟ هدهم هتلاقيهم 16. هنا بتبص على دول دول او دول او دول او دول اللي حواليها، ف 4 في 4. يبقى انت هنا عندك اللي هو اكبر عدد من النقط هتقارن نفسك بيهم بعد ما تحط نفسك جوه المربع بتاعك او السلب بتاعك 16. يبقى هنا انت عدد او الاوردر بتاع الشغل الورك بتاعك انت ايه؟ كونستنت. انت محتاج تقارن نفسك ب 16 واحد. فهنا بعد ما عملنا قارنا نفسنا ب 16 يبقى عندنا اختيارين، دلتا اي بتساوي دلتا اي ماينس 1 المينيمم ديستانس من فاير اتش، يعني النقطه اللي حطيناها مش اقرب من اي نقطه من النقط هي المسافه دلتا اي ماينس 1. طيب ايه الاختيار الثاني؟ ان دلتا اي هتبقى اقل من دلتا اي ماينس 1. النقطه اللي زودناها كانت قريبه جدا من النقطه والمسافه كانت دلتا اي اقل من دلتا اي ماينس 1. طيب في الحاله دي هنحتاج نعمل ايه؟ في الحالة دي هنلاقي ان الجريد اللي كنا عاملينها مش مناسبة، فاحنا محتاجين نعدي على كل النقط اللي هي في السد بي اي نقول لهم السالب الجديدة بتاعتكم كذا. يعني انتوا دلوقتي قمتوا في السالب الفلانية، لا احنا هنغير حجم المربع ونقول لكل واحد انت المربع اللي انت موجود فيه دلوقتي هو المربع رقم كذا. يبقى هنا لو دلتا اي بتساوي دلتا اي ماينس 1 انا مش هعمل شغل زياده، انا قارنت نفسي بكونستنت نمبر اوف بوينتس فده الاوردر بتاعي واحد. انما هنا لو دلتا اي اقل من دلتا اي ماينس 1 فانا محتاج اعدي على كل النقط اللي في السات بي اي اقول لهم النقطه اللي انتوا فيها اتغيرت، فهنا البوردر بتاعنا يبقى 4. يبقى الالجوريزم بتاعنا هيعمل ايه؟ هنبتدي بحبة نقط حاسبين لهم الدلتا اي بتاعتهم، بعدين هنعمل الجريد وهنفضل نزود النقط، هنزود النقط حبة. لو النقطة اللي زودناها ديستانس ما بينها وما بين النقط اللي حواليها اكبر من اللي هي دلتا اي ماينس 1 مش هنغير حاجه، لو هي اقل من دلتا اي ماينس 1 هنحتاج ان احنا نعمل شغل زياده. شغل الزياده ده هو ان احنا نروح كل النقط اللي عندنا لغايه دلوقتي
ويطلبوا السيل الجديده اللي انتوا فيها هي السيل الفلانيه. تعالوا نبص على السؤال ده. How many points P P I have the property that the minimum distance P P I معادة P is larger than P I. يعني كم نقطة في السيل P I minus واحد المينيمم ديستنس بتاعتها هتتغير. احنا زودنا نقطة فكم واحدة المينيمم ديستنس بتاعها هتتغير؟ اثنين. يعني واحدة وواحدة اللي على الشمال واليمين. فهنا هو ايه الـ expected work اللي احنا هنعمله عند تزويد كل نقطة اللي هو الـ expected x of i. فهنا عندنا b probability 2 على i هنعمل o of i ان احنا هنعمل هندوح على كل السيلز ونقول لهم دي الجريد الجديدة بتاعتكم بلس اللي هو i minus 2 divided by i في O of 1 اللي هو constant. فمجموع الحاجات دي هتكون constant. فال expectation بتاعتنا او total work اللي هنعمله في الالجوريزم ده هيكون بتساوي O of n اللي هو linear. فاحنا اللي هي randomization قللت اللي هي complexity بتاعت الالجوريزم. وهنا في بداية الالجوريزم ممكن نبتدي ب n to the power 4 على 9 نعمل لهم بأي deterministic algorithm نجيب الدلتا i بتاعتهم الكومبلكسيتي بتاعت الحاجة زي دي في اوحش algorithm اللي هو 2 4 loop جوا بعض هيبقى n to the power 8 على على 9 فبرضو اقل من الان. طيب ليه ما ريكومندد انك تبتدي بحاجه زي دي تحسب لها الشورتست باس في الاول؟ ريكومنديشن انك تعمل كده علشان في بدايه الالجوريزم هتلاقي انك كل ما تزود نقطه بتحتاج انك تغير حجم الجريد سيرفر بتاعتك وهنا الورك هيبقى كتير فلا يبتدي بحبة نقط كبار نسبيا وبعد كده يبتدي كمل في اللي هو randomized algorithm. طيب هنا هنتكلم على ال randomized prime number testing. طيب ال example بتاع randomized prime number testing ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا عندنا رقم الرقم ده عايزين نتأكد إذا كان برايم ولا مش برايم. إيه الديترمينيستيك ألجوريزم بالنسبة لنا؟ الديترمينيستيك ألجوريزم بالنسبة لنا إن إحنا هنمشي على كل الأرقام من 2 لغاية سكوير روت أوف إن ونشوف لو الباقي القسم بتاعنا 0 يعني ده بيرسم ده هنقول إن الرقم ده كومبوزيت مش برايم. إنما لو فضلنا ماشيين من كل الأرقام لغاية سكوير روت أوف إن مفيش اي واحد باقي القسمه بتاعه زيرو هنقول خلاص يبقى الرقم ده برايم. بس هنا هنلاحظ ان الالجوريزم ده بياخد وقت طويل. فهنا بتشوف باقي القسمه ده بيقسم ده ولا لا؟ n divided by اللي هو الرقم ده ايه؟ عشان سكوير روت اوف ان في سكوير روت اوف ان بان. فانت هتلاحظ انك بعد سكوير روت اوف ان هتلاقي ان الارقام بتقلب يعني. عشان سكوير روت اوف ان في سكوير روت اوف ان بان. يعني انت لو عندك رقم مش برايم اللي هو 12 بيتقسم لا على 2 على 3 بعدين 6 بعدين هتلاقي اللي هي ال 12 بس انت مش محتاج انك تقسم على 6 لان سكوير روت 12
هتضرب في 6 فكان الرقم ده هيبقى اقل 12 على 6 ب 2 فال 2 اقل انت مش محتاج لما توصل لرقم اقل انت عندك رقم بحيث تتاكد اذا كان برايم ولا مش برايم تجرب تقسمه على كام يعني ارقام تقسمه على انتجرز هل هو هيتقسم عليك ولا لا لا هتقدر ماشي من كام لكام تبتدي من ايه هتروح على كام N minus 1 N minus 1 is 2 طيب هنا هنلاحظ لو في رقم من الآن هناك هو يقسم الآن في رقم هنا أقل من لو عندك رقم أكبر من الآن في رقم أقل من ده بيضرب في ده بيطلع يعني انت عندك رقم سمي x times y ده اللي يقسم ده لو الان بتقسم x لو y بتقسم x لو x اكبر من 0 اكبر من سكوير روت الان يبقى الواي لازم تبقى اقل من سكوير روت يبقى نمشي على الجزء ده بسرعة. هنا في randomized algorithms. randomized algorithms ده مبني على ثمانية سلبيات. ما هو بيقول لو احنا عندنا اخترنا رقم بي لو بي ان بي في باور ان ماينس 1 ما بيساويش واحد ان او ان في جي ساتش ذات ان ان ماينس 1 على بي في باور جي is an integer and the greatest common divisor of b is called a minus 1 and n is called n يعني لو واحدة من دول بتحصل يبقى n إذا كان positive يبقى otherwise n يعني لو ده حصل لو ده حصل هنقول إن n هو positive يعني n مش قرار ف randomized algorithm هيقول إن ده significant amount of time هي فهنا بنقول لو ده حصل يبقى هو كومبوزيت فالالجوريزم بتاعنا احنا هنجرب نحدد بي نشوف لو في واحده من دول الفرمات باظت او اللي هو مثلا ان ما تساويش واحد او جي سي سي مقابله بي صغار كي ماينس 1 ما تساويش واحد او ان ففي الحاله دي هنقول الالجوريزم ده بيطلع لنا correct answer is a probability 1 minus 2 to the power minus m m دي عدد الارقام اللي انا جربتها يعني ان انا لو جربت ثلاث ارقام هتطلع لي ان ثلاث ارقام بيقولوا ان هو برايم يبقى هو correct is a probability 1 minus في ماينس ام هو كاركتر سبعه ثمانيه ده هنا ده الاكزامبل بتاعنا لو الان ب 12 اخترنا 2 3 7 كراندوم نمبرز هنلاقي هنا الاكتمالات اللي هو لازم قول فهنقول 12 اذا كان قصد هنا هنجرب 11 هنجرب 2 و 5 و 7 فهنا عند 7 على 8
ايه pattern matching؟ pattern matching بيقول ان احنا عندنا اسمها اكس دي الباترن بتاعها قول الباترن ام وعندنا اري اسمها واي قولها ام ام محضره من ازاي وعايزين نشوف فين في الواي الاكس بتكبر مثلا لو في الاكس دي الواي فاحنا هنرجع هنقول ان الواي ابتداء من اثنين زائد وأقارن كل حرف بالبدايه باول حرف في الاكس لو بيتطبق ابدا اقارن اللي بعده وهكذا وهكذا لو يعني فضل ترو واي ترو في اللوب الانر دي ان هو ماتشنج يبقى ايه يبقى خلاص يبقى ده يعني اقصد حل بالنسبه لنا هيبقى ان انفو هو بعض واحده اوت بتمشي على الاكس بتاعنا اللي هو الواي الثانيه بتمشي على بنعمل ايه؟
بعد كده عندنا عند كل فينجر برينت بنحسبه ونقرر لو كلهم بيساووا بعض اللي هي يعني الاثنين بيساووا بعض. طيب احنا كده خلصنا، في حد عنده سؤال؟